ينضم لنا من رام الله القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق الدكتور أشرف العجرمي. دكتور أشرف أهلا بك ومرحبا. برأيك ما الذي تريده المقاومة الفلسطينية مع الاستمرار ليومنا هذا في إطلاق الرشقات الصاروخية إذا كانت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة أو حتى من ناحية أو فتح ناحية وجبهة جديدة بين إسرائيل وجنوب لبنان؟ إلى أين تتجه أيضا إسرائيل في عملياتها العسكرية أو ما تسميها عملياتها العسكرية باتجاه كل هذه الجبهات؟ يعني المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الكل يريد وقفا فوريا لإطلاق النار وتجنيب المدنيين الفلسطينيين وإيلات الحرب والدمار والخسائر الهائلة التي تحصدها القنابل الإسرائيلية المجرمة من أرواح المدنيين وممتلكاتهم ومقدراتهم والبنية التحتية وكل شيء، وفي ظل الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني بمنع الغذاء والماء والكهرباء والمساعدات الطبية وكل شيء ممكن من الدخول إلى قطاع غزة. يعني هذا هو المطلب الرئيس لكل الفلسطينيين، واعتقد لكل الدول العربية والأحرار في العالم أن توقف هذه الحرب فورا وبدون أي شروط، وبعد ذلك يصار إلى بحث ملف الصراع من أساسه بين إسرائيل والشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والوصول إلى تسوية سياسية عادلة، وليس المضي قدما في عملية التدمير والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق. يعني جرائم حرب ترتكب على مدار الساعة في المناطق الفلسطينية بدعم ومشاركة من المجتمعات الغربية والدول المؤثرة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي المركزية. يعني إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني بقنابل أمريكية، تقتل الشعب الفلسطيني بضوء أخضر أمريكي وضوء أخضر أوروبي بحجة الدفاع عن النفس، ولا يوجد علاقة بين الدفاع عن النفس وبين قتل المدنيين الفلسطينيين. نحن لا نتحدث عن حرب مباشرة بين مقاتلين فلسطينيين ومقاتلين إسرائيليين أو جنود احتلال إسرائيلي، نحن نتحدث عن قتل المدنيين وتدمير بيوتهم على رؤوسهم. نحن نتحدث عن قتال مباشر بين مقاتلين، وإسرائيل أعجز من أن تقوم بقتال مباشر مع مقاتلين، لتستخدم الأرض المحروقة وتبيد ما يمكن من الشعب الفلسطيني للوصول إلى وضع لا يستطيع في أحد قادرا على مقاومة الاحتلال، وهذا غير ممكن حتى لو قتلت عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين. أما إمكانية أن تتطور الحرب وتتسع جبهاتها فهذه إمكانية منطقية وواقعية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحرب الدموية على الشعب الفلسطيني، وهناك يعني تنظيمات ودول تهدد بتوسيع نطاق المواجهة، وربما يدخل حزب الله على خط هذه المواجهة وتتورط الولايات المتحدة الأمريكية في قتال مباشر، وربما تدخل إيران كذلك على الخط. فهذا إذا استمرت الحرب كل الخيارات أو كل السيناريوهات ممكنة في ظل يعني هذه العملية الدموية وسقوط آلاف المواطنين الفلسطينيين. دكتور، بالحديث عن السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، الجانب الإسرائيلي يقول بأنه منذ فترة يتم الحديث على أو عن الاجتياح البري لقطاع غزة، وربما سيكون هناك أو ستكون هناك خطة أخرى. في أي إطار يأتي هذا التصريح الإسرائيلي، وما هي الاحتمالات إذن المحتملة لأي خطة بديلة عن فكرة الاجتياح البري؟ واضح أن إسرائيل تستصعب الدخول بريا في قطاع غزة، وحتى عندما طالبت من سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة يعني ترك منازلهم وإخلاء نصف قطاع غزة تقريبا والذهاب جنوبا، لم يقوم الفلسطينيون بذلك، وبعض الذين أخلوا ذهبوا إلى مناطق الجنوب تعرضوا للقصف والقتل من قبل الإسرائيليين، وبالتالي لا يثق الفلسطينيون بالإسرائيليين ولا يرون أي مكان آمن في قطاع غزة، وهذا يصعب على الإسرائيليين الدخول
بريا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن إسرائيل مرة تقول أنها بسبب الأحوال الجوية تؤجل، ومرة أخرى تقول أنه بسبب زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة، ومرة ثالثة تقول أن فرقة غزة التي تعرضت لهزيمة نكراء والتي يجب أن تقود الحرب البرية هي غير مؤهلة ويعاد تدريب الجنود إلى آخره. هناك أسباب كثيرة ومبررات كثيرة تقول أن إسرائيل يعني تؤجل العدوان والحرب البرية، ويبدو أن إسرائيل تستصعب الغرق في واحل قطاع غزة، لأنه إذا غرقت قد تبتلعها رمال غزة وقد تكون الخسائر أكبر بكثير من أن يتحملها المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من أن إسرائيل الآن مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحمل خسائر بعد الخسائر التي منيت بها. ولكن إذا لم تحقق النتيجة المرجوة والمعلنة من هذه الحرب، وكما تقول هي تريد تدمير حماس والقضاء على البنية التحتية لحماس وفصائل المقاومة، وهذه مهمة يعني معقدة وصعبة للغاية قد لا تستطيع إسرائيل القيام بها، فهذا يعني أن إسرائيل في دخولها البري ستمنى بهزيمة أخرى، وستبقى الهزيمة هي الواقع المر الذي يجب على إسرائيل التعايش معه لفترات طويلة. قلت دكتور بأن الجانب الإسرائيلي وضع أكثر من حجة لعدم قيامه بالاجتياح البري حتى هذه اللحظة، من بينها الزيارات الأمريكية المختلفة. وبالحديث عن هذه الزيارات والتحركات الدبلوماسية الأمريكية، زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والآن يأتي الحديث عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن. كيف ترى كل هذه التحركات الأمريكية، وما الذي قد يحدث بزيارة بايدن إلى إسرائيل لم يحدث مسبقا في الزيارات الدبلوماسية الماضية؟ يعني أولا بايدن يدير حملة انتخابية، وهو معني تماما بإظهار أنه يقدم كل الدعم لإسرائيل في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، في إطار ما يقول أنه دفاع إسرائيل عن النفس، لأن هذه حملة مهمة بالنسبة للرئيس بايدن في الانتخابات القادمة. يريد كسب النخب اليهودية ورؤوس الأموال اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية لتدعمه، ويعتقد أن هذا قد يساعده في الانتخابات. ولهذا حتى لو لم تكن الزيارة يعني ذات مغزى سياسي، هو يريد أن يقوم بها كنوع من يعني الحملة الدعائية التي يريدها. لا أعتقد أن إسرائيل بحاجة لزيارة الرئيس بايدن، وتستطيع أن تقدم الكثير، لأن ما يقوله الرئيس بايدن يستطيع أن يقوله وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو غيره، وهم قالوا الكثير، قالوا أنهم يدعمون إسرائيل ظالمة أو مظلومة، يدعمون إسرائيل حتى النهاية، يدعمون عدوان إسرائيل المستمر ضد الشعب الفلسطيني، يدعمون عملية برية لإسرائيل وهكذا. بالتالي الموقف الأمريكي موقف يعني دخل من مبدأ مساعدة إسرائيل كحليف لا يريد لها أن تهزم في معركة، إلى أيضا محاولة استثمار الموقف سياسيا على المستوى الداخلي. والرئيس بايدن يخشى من تورط إسرائيل، يخشى من موضوع الإنساني، لأن هذا أيضا سيضر بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يضر أيضا ببايدن وانتخاباته القادمة. يريد أن يسمح لإسرائيل بتدمير كل شيء، ولكن مع الحفاظ على بعض الخطوط الحمر. ولكن في كل الأحوال الوضع معقد للغاية، وقد لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفيد إسرائيل كثيرا، لا بزياراتها ولا حتى بالدعم المكثف الذي تقدمه لإسرائيل عسكريا وماديا ودبلوماسيا وعلى كل الصعد. دكتور، بالطبع تابعت استعانة إسرائيل ب2000 جندي أمريكي فيما يعرف بقوات دلتا الأمريكية، كيف ترى ذلك، وهل يعتبر انخراط مباشر من الجانب الأمريكي في هذه الحرب؟ أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في وارد إرسال جنود ليقاتلوا مع الإسرائيليين في قطاع غزة أو حتى في جنوب لبنان. هذا يعني أن الولايات المتحدة تعرض جنودها لخطر شديد. الإسرائيليون
الذين يعني خبروا الحرب مع قطاع غزة يخافون ويخشون جدا أن ينزل جنودهم إلى أرض قطاع غزة بعد عام 2014 والهزيمة التي منيت بها إسرائيل هناك. لم يعد الإسرائيليون قادرين على مثل هذا الخيار، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعما معنويا، يمكن أن تذهب إلى عملية خاصة هنا وهناك لإطلاق سراح يعني أسير أو ما شابه، ولكن ليس لمستوى الدخول في حرب لصالح إسرائيل وتعريض حياة آلاف أو مئات الجنود الأمريكان لخطر الموت. من رام الله القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق الدكتور أشرف العجرمي، شكرا جزيلا لك.